نحن واقفون وصامدون مع الموظف للإدلاء بصوته وإسماع صوته إلى السلطات، ولهذا نطالب بتنحية المدير. نحن عمال المؤسسة الاستشفائية خالدي عبد العزيز، خرجنا في خرجة احتجاجية، خرجنا على جال باش نطالبوا، درنا فرع نقابي على جال باش نطالبوا بحقوقنا، بس هو رفض النقابة أصل ورفض الحوار، ونحن رانا موقفين. هذم كلها راهم يعانوا من حقرة، يعانوا من التعسف. طلبنا تكرارا ومرارا وإيجاد وضعية لخدمة المريض أولا وللعامل على المريض ثانيا، لأنه المدير تعنت ورفض رفض قاطع وكيف نقوله وتصدى المطالب العمال القانونية.